احمد زاهر. ايوه شفنا دلوقتي اللقطه دي من عريس من جهه امنيه. مظبوط. بيضايقك ان انت شفت وزنك تاني القديم ولا ما بيضايقكش؟ لا بالعكس ما بيضايقنيش، بقول الحمد لله. بس انا اللي قالوا لي ان انت كنت عامل اكتئاب رهيب جدا لما زاد وزنك. اه طبعا، لان زاد وزني فجاه 100 كيلو، يعني ده مش رقم مهين يعني. زاد 100 كيلو بس معقوله توصل لدرجه الاكتئاب؟ اه طبعا. لان حسيت ان انت تمنيت الدنيا الموت. وقفت يعني، اتمنيت الموت وقتها. اه فعلا دي حقيقه. هل ده معناته انه اي حد تخين بقى في الحياه المفروض يتمنى الموت يبقى؟ لا طبعا، هو يمكن تقدري تقولي كان ضعف، كان قله ايمان، كان حاجه كده يعني، بس هو ده اللي حصل يعني، فانا صريح يعني. في ناس كتير قوي كانوا دايما بيقولوا في ناس كتير كانوا دايما بيقولوا ان سبب شككوا في بعض الاحيان عن سبب تخنك، وكانوا بيقولوا ان احمد زاهر بيحب الاكل قوي بدليل ان كنت انت ومدامتك تخام في نفس الوقت. طبعا كنت بحب الاكل جدا جدا، بس اساسا انا تخني مش اكل يعني. كنت دايما بدخن وبخس، بدخن وبخس، بس بلعب في 5 6 7 كيلو بيروحوا ويرجعوا كده يعني. بس اللي حصل ده كان حصل مرض يعني، فده من الغده الدرقيه، فزاد وزني في 4 شهور 100 كيلو. فطبعا حسيت ان في انهيار. وبعدين مش بس كده، انا كان بيجي لي حاجات تانية، وبيجي لي دوخات كده، وبنام وانا قاعد وانا واقف يعني كان عندي حاجات تانية مش بس التخن هو اللي كان مسبب لي حاله الاكتئاب. هو في ايه احمد زاهر؟ اعترف. لا اله الا الله. ناس كتير بيقولوا ان انت اللي نزلت وزنك ده كله مش بسبب الرجيم، ده انت عملت عمليه قص المعده، صح الكلام ده؟ لا لا خالص خالص ولا قص؟ مراتي اللي عملت قص المعده. مراتك عملت قص المعده، انت ما عملتوش ابدا؟ لا لا لا. لو حصل انه حد طلب منك، وهقدر اذا قلت اه ولا لا، اذا طلبت منك ان انت تبقى تورينا بطنك نشوف في جرح ولا لا محل عمليه، توافق ولا لا؟ وانا هقدر اذا قلت لا. لا مش هوافق، بس هو ما فيش جرح، ممكن اوريه لك بعيدا عن البرنامج يعني، اوريه لاي حد بعيدا عن التصوير يعني. بعيدا عن التصوير. بس عادي، انا ما فيش اي جروح في معدتي خالص. دلوقتي ناس كتير قوي لما بيشوفوا احمد زاهر اول حاجه بتيجي في بالهم. ايوه. تفتكر ايه؟ قول لنا وصفه والنبي علشان نخس. قول لنا وصفه عشان نخس. ايوه. ابتدي لي يومك في وصفه الاكل الرجيم دلوقتي. اقول لك لازم اول ما الواحد يصحى الصبح لازم يشرب 2 كوباية مية. وعايزك تخس قدامي دلوقتي على طول حالا. انا اصحى الصبح افطر الاول 2 كوباية مية على الريق، ده قبل اي حاجه في الدنيا. ايوه. وبعد كده بفطر فطار جامد جدا. ايوه ده الفطار. الغدا لازم تبقى حاجات مشويه، فراخ، لحمه. انا لسه شايفاك ما خسيتش. سمك. ايوه. واحدة. ما حدش يبص خالص. ايوه. فراخ مشويه، مثلا لحمه مشويه. ايوه. واخده بالك؟ نقلع البتاع دي. اها. مع الفراخ المشويه. ده الغدا. ايوه. وبعدين العشاء لازم يبقى قبل النوم ب4 5 ساعات، ما يبقاش على طول قبل النوم. ويبقى حاجه خفيفه جدا 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 يعني، جبنه قريش، زبديه، عشان الواحد يبقى عامل كده. حلو قوي. أو ممكن يبقى عامل كده هو برضه. أنا خايفة تخس فعلا تبقى عامل كده هو، ما تخسش أكتر. لا 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 ما بخسش دلوقتي خالص. أيوه بقى خلاص كده، حد يسلكني من البدلة دي يا رجالة. طيب يلا اتفضل نكمل كلامنا.